عبد الله شحاتة، صاحب الخلق الدمث والشخصية البسيطة والتي طغت على أسلوبه البسيط. إنه عبد الله شحاتة، اسمه بالكامل عبد الله محمود شحاتة. ولد بقرية نادر بمحافظة المنوفية عام 1930. التحق بالمدارس الأزهرية في مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية وأيضا الثانوية، والتحق بعد ذلك بكلية دار العلوم حتى حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ثم درجة الماجستير في التفسير عام 1960. وكانت رسالته بعنوان منهج الشيخ محمد عبده في تفسير القرآن الكريم في ضوء مناهج المفسرين السابقين. وبعد ذلك حصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن عام 1968، وكان عنوانها مقاتل بن سليمان ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسيره الكبير. ونال درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى. أثناء حصوله على درجة الماجستير كان يعمل إماما وخطيبا لمسجد الإمام الشافعي بالقاهرة منذ سنة 1954 إلى 1970. وعند حصوله على الماجستير عين مدرسا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم عام 1970، ثم أستاذا بالقسم نفسه عام 1981، ثم أصبح رئيسا لقسم الشريعة الإسلامية. ونظرا لأنه كان أستاذا ماهرا في توصيل رسالته، فعمل أستاذا زائرا بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وعمل بها أستاذا زائرا أيضا، ثم أعير إلى جامعة الإمارات العربية بالعين لمدة 4 سنوات، وفي النهاية عين أستاذا ورئيسا قسم العلوم الإسلامية بكلية التربية والعلوم الإسلامية بجامعة السلطان قابوس من العام 1986 حتى عام 1996. وبعد ذلك تفرغ تماما لمشروعه الذي عمل عليه لمدة 20 عاما، وهو تفسير القرآن بأكمله. فقد بدأ في تفسير القرآن قبل 20 عاما، منهم 15 عاما كان بجانب عمله كمدرس، ثم تفرغ تماما للتفسير لمدة 5 سنوات حتى أتم تفسيره عام 2001، أي قبل رحيله بعام. اللهم لك الحمد، اللهم هذه دموعي أسكبها شكرا لك وعرفانا بفضلك. اللهم لك الحمد يا ولي التوفيق، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن. اللهم اجعله عملا خالصا لوجهك الكريم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللهم انفع به كل من تعلمه ووفقه للعمل الصالح وللسير على الصراط المستقيم. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كانت هذه المقدمة في تفسيره للقرآن الكريم والذي كان مشروعه الذي سعى لإنجازه. وكان أثناء الفترة بدأ في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية الذي كان لديه أسلوب مميز وخاص به، فقد عرفه الجمهور بساعة صدره وسماحة وجهه وأخلاقه الطيبة، الأمر الذي قربه من قلوب الناس وجعل برامجه تتخطى بأعلى نسب مشاهدة. تميز منهجه بالاعتدال، فكان لا يغالي ولا يشدد على الناس، وكذلك لا يفرط ولا يتهاون في حدود الله. فكان منهجه له عنوان، وهو لا إفراط ولا تفريط.
ويجب أن نذكر أيضا أنه لديه العديد من المؤلفات، منها علوم الدين الإسلامي، أركان الإسلام، المرأة في الإسلام، في نور القرآن، تفسير سورة الإسراء، الدين والمجتمع، علوم التفسير، مفتاح السنة، نظرات في القرآن، مع القرآن الكريم، التفسير بين الماضي والحاضر، الدين والحياة، فقه العبادات، الشباب المسلم وقضاياه المعاصرة، علوم القرآن، وأيضا تفسير القرآن الكريم كاملا. وفي 20 يونيو عام 2002 وعن عمر يناهز 72 عاما، توفي الشيخ عبد الله شحاتة بعد عطاء طويل في خدمة الدعوة الإسلامية. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.